بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل قراءتنا في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. باب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أخرجه الإمام البخاري. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أخرجه الإمام البخاري. باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك. باب ما يقرأ في يوم أو ما يقرأ في يوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة. والحمد لله رب العالمين. نسمع إلى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. الحديث الأول الذي سمعناه في فضل يوم الجمعة حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجيب له. فهذا من فضائل يوم الجمعة أن الله جعل فيها وقت ساعة، هنا ليس ساعة ساعتنا الآن 60 دقيقة، وإنما وقت زمني ما يعرف، يعني قد يقدر بمثل هذه الساعة التي نحن فيها وقد يكون أقل من هذا. ولا يوافقه عبد مسلم، يعني يكون في هذا الوقت يدعو الله إلا ويستجب له. وطبعا الله سبحانه وتعالى هو خلق الزمان، ولكنه فضل بعضه ولا بعض. فأفضل يوم في السنة يوم عرفة، كما قال النبي: خير يوم طلعت فيه الشمس. وأفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة، وهذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثاني اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. إن أهل الكتاب فقط، يعني فضلتهم أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتناه بعدهم، اللي هو النبي خاتم الرسل، والقرآن هو آخر رسالة من السماء. وقال: فضلنا الله تبارك وتعالى كذلك بأننا الأولون قبلهم في الأسبوع. ففي يوم الله اختاره وجعله أفضل يوم في الأسبوع، ولي عليه المسلمون يوم الجمعة.
وقال النبي غدا لليهود اللي هو يوم السبت، وبعد غد للنصارى اللي هو يوم الأحد. فنحن كنا أوله برضو سبقناهم، ويوم الجمعة هو اليوم الذي يعني اختصه الله بأن جعله أفضل أيام الأسبوع. اليهود اختاروا السبت وهو بعد الجمعة، والنصارى بعضهم اختاروا الأحد وهو بعدهم. ثم كذلك هذه الأمة وإن كانت هي الآخرة في الزمان هي الأفضل عند الله تبارك وتعالى، وفي أحاديث كثيرة في هذا. أما هذه الساعة التي هي أفضل ساعة، هي أي ساعة؟ أخذ بعض أهل العلم من قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي أنها تكون يعني وهو قائم يصلي إما بيصلي نفل وإما بيصلي صلاة الجمعة. فبعضهم قال إن هي وقت صلاة الجمعة، وبعضهم قال إنه يصلي نفل. وطبعا النفل لا بد أن تكون غير بعد العصر، لأن بعد العصر ما في تنفل. إذن هي من شروق الشمس إلى العصر. ولكن جاء بعض الأحاديث ليست في الصحيحين أنها اللي هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فهذه معناها أن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهي ليست وقت الصلاة. لذلك بعض أهل العلم يتأول حديث أبي هريرة هذا يقول وهو قائم يصلي بمعنى يدعو، فيؤول هنا بمعنى الصلاة بمعنى الدعاء، وأن الساعة التي هي أفضل ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة، آخر ساعة قبل غروب الشمس. وعلى كل حال هي لم تعين، لم يعينها النبي، وهذا شأنها مثل ليلة القدر. فليلة القدر ليلة من عشرة من ليالي الوتر، انتظر يعني تحروها في ليالي الوتر من عشرة واخر، ولم تحدد حتى حددت النبي في الرؤية ونسيها. ساعة الجمعة مثلها ساعة إجابة، ولكنها لم تحدد هي قبل صلاة الجمعة، هي وقت صلاة الجمعة، هي وقت، بعضهم قال وقت الخطيب ما يخطب، بعضهم قال بعد صلاة العصر، بعضهم قال آخر وقت من صلاة الجمعة. في أقوال كثيرة أهل العلم، مثل ما في كذلك ليلة القدر أقوال كثيرة وما في تحديد لها. وهذا لعله حتى الإنسان يستغل هذا اليوم بالدعاء والعبادة، لعله أن يوافق هذه، لأن رسول الله لا يوافقه عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى وهو قائم يصلي إلا استجيب له. هذا في فضل هذا اليوم. أما حديث جابر الذي نزلت فيه سورة الجمعة فيخبر بأن الرسول كان في خطبته ثم إنه جاءت عير محملة بطعام من الشام، وطبعا كانت المدينة يعني ليست مثل أسواقنا الآن، الجمعيات مفتوحة 24 ساعة، وقت ما تروح تأخذ غراضك لا، هذا بيجي تيجي قافلة وتيجي طعام، يعني الحق ما تلحق. فلذلك لما جاءت هذه القافلة وفيها طعام تركوا الرسول وخرجوا. يقول لم يبقى مع النبي إلا 12 رجل، وجاء فيهم فيما أبو بكر وعمر، وهذا كان أمر عظيم. طبعا نزل فيهم هذه السورة وفيها عتاب شديد من الله لهم. في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وفي آخر السورة طبعا ربنا ضرب مثل باليهود، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدها
الفاسقين ولا الظالمين؟ الظالمين. هذا ربنا قال سبحانه وتعالى: يا الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طبعا من رحمه الله تبارك وتعالى انه لم يجعل لنا يوم العباده هذا يوم الاسبوع الجمعه من اوله الى اخره للعباده. بين اوله الى بس إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالوقت الذي يحرم علينا العمل فيه بس وقت الصلاة من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة، ثم أبيح لنا بعد ذلك قبلها وبعدها. هذا من رحمة الله. أما اليهود لا، اليهود من فجر يوم السبت إلى مغيب يوم السبت لا يحل له أن يعمل عمل دنيوي قط. وأن الذي اعتدى في هذا اليوم بعمل كما ذكر الله عز وجل عن القرية التي تحيرت في صيد الأسماك، انظروا كيف عقوبة الله لها: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا عشان اعتدوا في هذا اليوم، اعتدوا بالعمل اللي هو اساسا مشروع في غير هذا اليوم، لكن حرم لهم في هذا اليوم، لكن من بدء اليوم لاخر اليوم. وانظر الى يومنا هذا، تمسك اليهود بالسبت وصل بهم الحال الى المصاعد. المصعد عندهم ضرب المصعد، ضرب زر المصعد يبقى عمل. طب انا بدي اطلع الدور الثاني مثلا، اعمل ايه في المصاعد؟ برمج المصاعد علشان تخف في كل دور، ولا يحتاج الذي يصعد المصعد انه هو يضرب الدور الذي يريده، لان هذا يعتبر عمل عندهم، عمل دنيوي ولا يجوز. الشاهد ان الله عاتب المسلمين عتاب شديد، وانه جعل لهم فقط. يعني ايش الوقت الذي يحرم عليكم العمل فيه؟ بس هذا الوقت. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه الحقيقة السورة فيها وعظ شديد لأمة الاسلام، لكن للأسف أنه في بعض بلدان الإسلام كثير تجد يوم الجمعة الناس في متاجرهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي لهوهم، وكأن ما في قرآن نزل ويقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني يبين لك مقدار تمسك المسلمين بالإسلام، وأنه قليل. في بعض البلدان لا تجد يعني يحضر الجمعة إلا أقل القليل من هذه الأمة الكثيرة من أمة الإسلام، علما أن الله يعني أنزل القرآن وشدد على هذا الأمر تشديد شديد. وأما بعد ذلك حديث تخفيف الصلاة، ها؟ تخفيف الصلاة، تخفيف الصلاة، حديث أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهذا الحديث في أن النبي طبعا كان يخفف صلاته، خفف خطبة الجمعة كلمات قليلة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى صفحة واحدة، زي الطور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله ديالي. وكذلك مثلا كان النبي في الخطبة كثيرا ما يخطب بالقرآن، مثلا تقول احد الصحابيات: ما اخذت قاف والقران المجيد الا من فم النبي مما يخطب بها المنبر. معناه انه كان يخطب بها جمعه كثيره. فان حديث ابي هريره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. آية فيها وعظ، يعني ان النبي وعظ الناس بهذه الايه فقط، يعني كان خطبته موضوعها هذه الآية بس،
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وما الحديث الآخر؟ ما يقرأ يوم الجمعة. إيه حديث ما يقرأ يوم الجمعة في فجر الجمعة. حديث أبي هريرة أن النبي كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة الفجر، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سؤال حضر يقول قائما يصلي، مقصود الصلاة هنا الصلاة ولا الدعاء؟ ما أنا قلت هذا أخوال أهل العلم الذين قالوا بأن هذه الساعة اللي هي بعد العصر قالوا يعني إن الحديث هنا يؤول إلا أنه قائم يصلي يعني يدعو، لأن أيضا الصلاة تأتي معنى الدعاء. صلى عليك الذي صلى الله على رسوله وصلى المسلمون على الرسول لا دعوا له، اللهم صل على محمد. فالصلاة تأتي معنى الدعاء، وتأتي معنى هذه الصلاة اللي هي بالقيام والركوع والسجود. فقال وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له. وهذا يبدو والله تعالى أعلم هو الأرجح، لأنه جاءت أحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. الشهر الثاني هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقاف، قراءة تنفرد ولا قراءة مع تعقيب التفسير؟ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقاف قراءة فقط تلاوة ولا تلاوة مع التفسير؟ لا لا يفسرها. تفسير؟ اي نعم. طبعا جاءت تبقى ها؟ تبقى مسلمة كبيرة. فسرها اي نعم. يقول تصير طويلة إذا فسرها حتكون الخطبة. ما هو تفسير النبي مش تفسيرك أنت. تفسير كلمات بسيطة. تفسير هذا نحن لما نيجي نفسر نقوم نجيب دش من يمين ونجيب من يسار ونطلع من موضوع لموضوع. لا. كلام النبي قلت يا جماعة الكلمة صلى الله عليه وسلم. ساعة عند المصريين والباكستانيين وغيرهم دول. ما احنا تكلمنا عن ديتكم سالفة اهل الباكستان اللي قال لي الشيخ احسان احنا الخطيب عندنا ما يصير خطيب الا اذا خطب سبع ساعات. احنا عرب ما نقدر نقعد في المسجد اكتر من نص ساعة في المسجد. الوصف